مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذا الموجز من قناه التناصح. قال الرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج ان عدم التزام بعض الاطراف وتراجعها غير المبرر عما اتفقت بشانه قد اربك المشهد السياسي ما يتطلب مواقف حازمه من المجتمع الدولي ضد كافه من اسماهم بمعرقلي اتفاق اسخرات. السراج وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيطالي ألفانو السبت بالعاصمة طرابلس أضاف أن الانتخابات المقبلة قادرة على حسم الصراع السياسي سلميا وفق إرادة المواطن. من جهته أكد ألفانو تأييد إيطاليا لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملا أن تفضي هذه الجهود سريعا إلى انتخابات وفقا لرؤية الرئاسية المقترح. قال وزير خارجية حكومة البرلمان طبرق محمد الدايري إنه نقل إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوفا ما وصفه بامتعاض قطاعات عريضة من الليبيين من عدم التوصل إلى حل سياسي واحد البلاد بحسب قوله. وأضاف الدايري في تصريحات له أن لقاءه مع المسؤول الروسي تطرق للعراقيل التي توضع من قبل بعض الأطراف الليبية المدفوعة من أطراف إقليمية ودولية تسعى بدورها إلى إطالة أمد الأزمة في ليبيا. حمل معاون امر قوات حمايه وتامين مدينه سرت العقيد علي رفيده المجلس الرئاسي المقترح لحكومه البعثه الامميه مسؤوليه قله الدعم اللوجستي لقوه تامين سرت لتتمكن من اداء مهامها. واكد رفيده بحسب ما ورد في موقع المكتب الاعلامي لعمليه البنيان المرصوص حيث اكد ان عناصر القوه لم يحصلوا على مستحقاتهم الماليه منذ عام كامل ومشيرا الى اهمال متابعه علاج جرحى العمليه. هذا ونوه رفيده الى ان قوه تامين وحمايه مدينه سرت تسعى الى دعم مؤسسات الدولة في المدينة خاصة المؤسسات الأمنية وتمكينها من القيام بدورها. طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الرئاسية المقترح والمنظمات الإنسانية والخيرية الدولية والمحلية أيضا بسرعة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لمعالجة الظروف الصعبة التي تشهدها مخيمات النزوح لأهالي مدينة تاورغا بحسب قولها. وحملت اللجنة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية الرئاسة المقترح عفوا المسؤولية القانونية والإنسانية والوطنية والدينية تجاه معاناة ومأساة أهالي تاورغا المهاجرين بمخيمات اللجوء والنزوح بعموم ليبيا وضرورة الإسراع بالعمل من أجل إعادة أهالي تاورغا إلى مدينتهم وإنهاء المعاناة التي يعيشها الأهالي داخل المخيمات. كل ذلك بحسب نص البيان. إلى الخبر الأخير حيث قالت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال السبت ستصل لحدود 7 ساعات. وأوضحت الشركة في نشرتها اليومية أن العجز المتوقع في الشبكة ليوم السبت يقدر ب 1500 ميجاوات. ختاما إلى اللقاء.